ودابا كاينه فرصه ذهبيه، فرصه لا تعوض. امام من؟ فرصه امام اولئك الذين يعتبرون انفسهم رؤساء شبكات. راه رؤساء شبكات ماشي حيت عندك العادات في الشبكات تدرجتيهم وجبتيهم. اليوم انت عندك فرصه احسن من الشبكه ديالك، احسن من داك الفلوس اللي دخلتي. لا، فرصه انك تخلي هاد الصناعه تستمر وتخلي اعضاء الشبكه ديالك يستافدوا حتى هما، باش ما يضيعوش، باش ما تربح انت ويضيعوا هما، لان خصك تامن ان نجاح ديال اعضاء الشبكه ديالك من نجاح ديالك انت. فعلا خدمتي ودرتي تماره وضربتي تماره وسجلتي عدد كبير ديال الناس في الشبكه ديالك، اليوم امامك فرصه باش تثبت لهم حسن النيه ديالك وتنجحهم في هذا المجال هذا، الا وهو الدفاع على هذه الصناعه هذه والدفع بها الى الامام باش تنجح انت وتنجح الاعضاء وينجحوا الاعضاء الشبكه ديالك. اذا اللي استقطب اكبر عدد من الناس خصو الان يقوم عاوتاني بعمل هذا العمل هذا، ماشي باش يستقطب الناس فقط ولكن باش يأطرهم ويدعوهم للانخراط الفعال في مسار النضال اللي هو مسار نجاح التسويق الشبكي في المغرب. اليوم خصنا نوقفوا جميع مع الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، ندعموه ونحاولوا ما امكن ناسسوا له فروع في جميع المدن، لانه غيكون فرصه امامنا لا تعوض لاقرار مجال التسويق الشبكي وقوننته وجعله ركيزه من ركائز الاقتصاد الوطني كباقي الركائز الاقتصاد الوطني. الدعوه للجميع للانضمام لهذه الهيئه اللي هي مؤسسه تم تاسيسها بشكل ديمقراطي وقانوني، دعوه للاحتشاد وراءها لاخراج هذا المجال من النفق المظلم ولرفع التحدي ضد اللوبي المالي المسيطر والمعرقل لهذه الصناعة. رسالتي موجهة أيضا ليس فقط للمسوقين الشبكيين ولكن أيضا لأصحاب شركات تسويق الشبكي في المغرب، يلزمهم الآن الاتحاد أيضا، وهنا أشير لشركات المؤسسة قانونيا والتي تعمل بنظام قانوني معترف به عالميا ووطنيا، اليوم هم مطالبين أن يتحدوا أيضا في شكل فيدرالية، فيدرالية أرباب شركات التسويق الشبكي بالمغرب، للدفاع من جانبهم على هذه الصناعة الواعدة ولإظهار حسن نيتهم في استمرار هذه الشركات ومساهمتها في الاقتصاد الوطني. الإخوان الكرام، ما تنتظروش من اللوبي المالي المتحكم الآن في كل شيء أن يفرج لكم وأنتم وراء شاشاتكم وأنتم تضربون في هذه الصناعة وتضربون في عمقها وتنشرون الزوائف والزائفات، الأخبار الزائفة، وتنشرون معلومات مغلوطة وتنشرون السموم بينكم. ما تنتظروش انهم فرحانين لكم، انهم غضبانين عليكم، لا، فرحانين لانكم تسيرون في الطريق اللي بغاوه هما. اليوم خصنا نحطوا رجلنا على الطريق الصحيح، خصنا نوقفوا وقفه رجل واحد في وجه هذا اللوبي ونجعلوا هذه الصناعه، هذه صناعه قائمه بداتها مجندون وراء جلالة الملك قائد البلاد نحو الرفاهية ونحو إصلاح الإدارة العمومية ونحو تحدي كل أولئك المتحكمين في الاقتصاد الوطني بشكل قانوني أو غير قانوني، ويرغبون فقط في إفشال أبناء الشعب وفي بسط كل أشكال الفقر والتهميش على أبناء هذا الشعب. نحن مجندون وراء جلالة الملك أدام له الله النصر والتمكين، ولكن سنقف في وجه الطغيان وفي وجه هؤلاء الظالمين أو هؤلاء الذين يريدون بهذه الصناعة سوءا ويريدون أن يفقرون الشعب لحماية مصالحه. إذن الفرصة الآن أمامنا
تحت لواء الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، رافعين راية البلاد ومتحلين بالصبر والثبات ومقتنعين بمشروعيات حقوقنا، ونطالب برفع الظلم عن هذه الشركات وتبسيط المساطر القانونية من أجل أن تنجح هذه الشركات، وفتح قنوات الاستثمار في دول أخرى لمثل هذه الشركات من أجل رفع الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد. إذن الشكر موصول للجميع، والرسالة الأساسية هي الانضمام تحت لواء الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين من أجل الدفاع عن هذه الصناعة في غياب الفردانية والتفكير الفرداني. فقط نعتبر رأسنا أننا مسوقين شبكيين، وما ننظروش للشركات الوطنية الأخرى المواطنة على أنها عدو بل صديق في نفس الدرب نسير. فقط خصنا ندافعوا جميع على هذه الصناعة هذه، وإن شاء الله غننجحوها بينا. إذا حنا بغيناها تنجح راها غتنجح، إذا حنا بغيناها تفرض راها غتفرض، ولكن إلى تخدنا وتفرقنا راه ما عمرنا غننجحوا. دونك اعلموا جيدا أن تحرير جميع الشركات التي تنشط في المجال التسويق الشبكي أصبح ضرورة مهمة، وضرورة لا تعني شركة دون أخرى. واعلموا أن الحق لا يضيع ما دام هناك من ورائه طالب أو مطالب. وخليت لكم إخواني الراحة، سمعوا هاد لي زوديو لأنهم طوال، ولكن كنظن أنه غنسمع من خلالهم بزاف ديال الانتقادات، وأنا متفتح لجميع الانتقادات لأنني أحتفظ برأيي الشخصي، والغيرة ديالي هي اللي جعلتني أنني نهضر على هاد لي زوديو. سمحوا على الركاكة في المعلومات، على الركاكة في إيصال الرسائل، ولكن الأهم هو أن الرسالة توصل للناس ديالها. الأهم هو أن الناس تعرف مع من تعرف أنها تواجه أخطبوطا لا يريد مصلحة للبلاد ولا لأبناء الفقراء في هذا البلد أو متوسط الدخل، ولا يريد إلا خدمة مصالحه المالية، يقف وجها وسدا مانعا في وجه كل الشركات. واليوم علي وغدا عليك، إذا فلنتحد جميعا وراء الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، ونؤسس بذلك لصناعة إن شاء الله ستنقذ البلاد والعباد من هاجس الفقر والتهميش التي تعانيه. مجندون جميعا وراء جلالة الملك القائد الأعلى للبلاد والطامح لازدهار هذا الوطن، ومجندون أيضا بسلاح النجاح، ومحترمون لكل القوانين الجاري بها العمل، قاطعون قطعا تاما مع كل مظاهر الظلم والحجرة، ومتحدون جميعا تحت راية القانون من أجل إقرار ووضع قوانين مؤطرة لهذا المجال خدمة لصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله، واسمحوا لي على الإطالة والإطالة والإطالة. دمتم في رعاية الله، ولكم مني تحية سلام وإخلاص. شكرا جزيلا لاتساع صدوركم، ودمتم في أمان الله.